السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قصة حقيقية عشتها بنفسي في رمضان. كان لي صديق عزيز، صديق حبيب من السابقين بالخيرات، فيما لقاش عمل ديال الخير كيبغي يدير يده هو الاول. اي عمل ديال الخير، تلاوه القران، جمع للذكر، عمل انساني، خدمه انسانيه، وخصوصا كان يحب زياره المقابر. كيقول لي اصاحبي هاد الناس ماشي اذكياء، الحياه كلها تجاره، الناس كيتاجروا في الاموال وفي العقار في المتعة ديال الحياة، وكينساو واحد التجارة رابحة هو أن الإنسان يكفيه أنه يذهب مع جنازة إلى القبر ثم يصلي عليها، عنده قراطين، القراط مقدار جبل أحد. واحد اليوم في رمضان، وكان يوم الاثنين صباحا، يتصل بي فلان: لاباس عليك؟ الحمد لله، صديقنا فلان تعرفوا شكون هو؟ فلان: نعم، مات والده وعلينا أن نذهب معه إلى الجنازة. قلت له: يا سيدي، اليوم الاثنين والعمل، أشتغل في عمل إداري، في مسؤولية، ما يمكن نغادر. لا لا لا، لا بد أن نذهب، ويوصيني بأن تكون معنا في الجنازة يا أخي. فبقيت كنستعطف فيه. في الختام قلت لي: احتقر بالظهر، وإن شاء الله تعالى فرصة نخرج نصلي في الجامع، نمشي معك للجنازة بإذن الله. هو كان متحمس، بقى كينتظرني أمام مقر العمل، ومشينا معا ندركو الصديق ديالنا اللي مات ليه الوالد ديالو. أنا قلت له تل العشية ومشي نعزي في البيت. قال لي: لا، نمشيو للجنازة. علاش بالضبط؟ قال لك: من غير الفضل والتواب، هذاك الصديق ديالنا غادي مع واحد المجموعة ديال الشباب اللي هما ما كيصليوش، أصدقاء ديالو في الكرة القدم وكذا، فرصة نمشيو تما نذكروهم بالله وبالبعث والنشور، لعل يكونوا من المصلين. قلت لي: فيها خير، يلا. وحنا غاديين سبقت لي غنسبقوهم، ربما ما نبقاش نمشيو للجنازه وما غيسبقونا، غنمشيو على الطريق البحريه ونوصلوا ان شاء الله قبل منهم. فعلا مشينا للروضه، كنتسناو الصديق ديالنا، نتصل بهاتفيا لا يجيب. في الختام حتى داز العصر وصفرت الشمس، عاد صديقنا فتح الهاتف ديالو: فلان، حنا سبقناكم المقبره، فين هو الوالد؟ قال لك: لا، دفناه. فين دفنتو؟ دفناه في المقبرة ديال الغفران. للأسف حنا مشينا للمقبرة ديال الرحمة. الدار البيضاء كما بعض السادة المستمعين معروفة بأنها كبيرة، الدار البيضاء مدينة عملاقة، عدد ساكنتها يربو عن 7 ملايين، 5 مقيمين وجوج المليون داخلين خارجين. عدد المقابر اللي في الدار البيضاء كتير، مقابر شتى، كاين الرحمة، كاين الغفران، كاين الشهادة، هذه خاصة غير بالناس ديال الحركة الوطنية والناس اللي عندهم مقامات، وكاين مقابر كثيرة. فاحنا أخلفنا الموعد، عوض نمشيو للمقبرة ديال الغفران مشينا لمقبرة الرحمة. فصاحبي قال لي: لعل فيها خير، هذا الخطأ اللي وقع لنا ربي عز وجل بغنا نقضيو يوما بكامله في هذا العالم ديال المقابر، كنشوفوا أشكال وألوان. قلت له: احنا صايمين، المغرب باقي مازال، على الأقل دينا حسنات، كل جنازة كنصليو معها، عندنا قراط، وكل واحد دابا ما عنده قراطين، راه فيها أجر وتواب وفيها عظة وعبرة وقلبك يشبع. لكن ما لفت انتباهنا هو حينما اصفرت الشمس، جاي واحد الجنازة، احنا خارجين في حالنا نشوف حالنا، واحد الجنازة عظيمة عظيمة، جمع غفير من الناس، حتى تخيل لنا أنها شي وقفة احتجاجية هذه، أو مسيرة تضامنية، واحد الخلق كثير جايين. وصاحب الجنازة داخل في هدوء وصمت. سولنا: سبحان الله، هذه الجنازة غريبة، موكب جنائزي عظيم، شكون هذا؟ خبرونا الناس بأن هذا واحد الرجل من الصالحين، من التجار، تاجر كبير معروف في درب عمر، من منطقة تفراوت، رجل
الغريب في ديك الجنازه فيها واحد الشطر ديال الرجال كيبانوا اغنياء اثرياء، واحد الشطر كبير فقراء فقراء جدا. فلما سالنا قال لك هذا الرجل كان يسمى بحبيب الاغنياء والفقراء، عنده هذه الشهره انه كيشتغل في التجاره نهار كامل من الصباح كيشتغل، واللي جمعوا كيعاود يوزعوا على الفقراء، وإلا عطى كيعطي عطاء كثير، لا يعطي بالدرهم او الدرهمين او الالف او الالفين، كيعطي بمبالغ كثيره. الا كان الفقير كان يغنيه، لهذا الناس كلهم جاءوا للترحم عليه والكل صادق في دعوته. جنازه مهيبه، موكب جنائزي رائع، الالاف ديال الناس حتى حضروا بسكون وهدوء وسكينه، وجول وضعوا في المتوى الاخير بكل بساطه، وضعوا في المتوى الاخير وجا واحد الواعظ جليل بلحيته البيضاء بالوقار ديالو، وكيتكلم على البعث والنشور، وان هذا الرجل ظهرت له كرامات ملي كانوا كيغسلوا فيه كان وجهه مبتسم ورائحه العود كتنبعث منه، ولقوا بان الوجه ديالو كله منور والجنازه زادت يسيره، والحباب جاو من البلاد بقوا كيتسنوا حتى العصر عاد دفنوه، وكلهم ترحموا وبقى كيدير واحد الدعوات، موكب عجيب سبحان الله، حسن الختام. فدفنوه ورجعنا. صديقي قال لي راه واقيلا ربي سبحانه وتعالى كتب لنا هاد الزياره واخطانا الموعد مع صديقنا الاخر باش ناخذوا هاد الفضل، هاد الزيارات وهاد الادعيه وهاد الصلوات على الموتى قراطات، نكونوا رجعنا بواحد الرصيد مهم. وحنا خارجين من المقبره وغتسد الباب حتى كنلقاو في باب المقبره ما بقى والو المغرب والدن يا اخوات، واحد ضجيج واحد الصراخ، واحد الشاب من بعد عرفنا بانه خدام فيدور، فيدور يعني داك الحارس في ملهى ليلي، بحال دوك الابطال ديال المصارعه، طويل القامه مفتول العضلات اصلع الراس، ويتطاير من عينيه الشرر، كيدفع في المقبره في الباب الحديدي وداخل في عراك مع الناس اللي في الاداره. قلت لصاحبي هيا بنا نمشيو نلعبوا دور رجال الاطفاء، هذوك الناس غضبانين علم الله شو وقع لهم، وهذه هذا رمضان وقرب الافطار، يلا نمشيو نلعبوا دور الافطار دور اطفاء النار نطفيو الغضب ديالهم. دخلنا انا والصديق ديالي، مالكم اسيدي؟ لقينا بان هذيك جنازه اخر جنازه جايه خارج الوقت الاداري، والمسؤول اللي كيسجل قال لها خويا راه حنا سالينا راك تعطلتوا، وانا عندي التزامات وعندي وليداتي خصني نفطر معاهم، قال لي خصك تحل الباب وخصني ندخل جيب جنازه. شكون اللي فيها؟ فيها ثلاثه الناس، فيها هذا الشاب اللي هو فيدور معاه الشقيق ديالو ومعاه واحد الجار، وداخلين والضجيج كيف كيقولوا المثل الشعبي راهو راه والصداع راهو راه. تابعوا في واحد اللحظه ما بغاش يسجل لهم ذاك الرجل المسؤول على القبر، طلبناه زوجنا فيه تهلينا فيه ببعض الفليسات لعل وعسى، قلنا لي هذه هدية السرور ما فيها بس، يلا غرسوا بلا قضية ندفنوا المرأة اكرموا الميت دفنوه. قال لك هو جاي معطل، ملي سولنا لقينا بان ديك المرأة الام ديالهم هي اللي ماتت، وهذيك الام ماتت ليل ونهار وبقات محفوظة في الدار، ولات فيها الريحة كريهة جدا، فأرادوا أن يقوموا بدفنها في المقبرة، فألقوا ضجيج، ضجيج تبعها ما كان حتى واحد مشى معها في الطريق باش يشيع الجنازة. حينما وصلوا إلى مكان الدفن بدا الصراع داك ولدها مع داك اللي كيحفر، قال لي سربي دغيا ما سربي دغيا، ناض الضجيج. واحد اللحظة بغاو يدفنوها يحطوها، لقاو السيدة غلاضت نفخات ولات فيها الريحة كريهة، والقبر ما قفاهاش، فقال لهم ولدها وسعوا القبر. قال لهم يمكنش، هذاك هو الحجم الرسمي اللي معروف قانوني. قال لي وسعوا، ما بغاش تخاصم هو وياه عاوتاني، الولد خد الفاس وبدا كيحفر بنفسه. الاخر غضب زاد في حاله، ملي بغاو يوضعوها خشوها في القبر بداو كيمعسوا فيها باش يدخلوها لداخل، حتى دخلوها عادوا يلقاو بانهم دخلوها في اتجاه غير القبله، اتجاه غير القبله، كان المفروض الميت يدفن في اتجاه القبله. عاد قلنا لي يا خويا راه خطا هذا، نجبدوا السيده، عاودوا جبدوها على مضض. لقينا الكفن ديالها ما مصوبش مزيان، خويا شكون اللي غسلها وكفنها؟ قال لي غير واحد جارتها. وشكيله هذه ملي جبدوها عاد مسكينه عذبوا ديك الجثه، وانا نسول داك الجار ديالهم مال هاد المراه مسكينه وقع عليها هكذا،
قال لك هاد المرأة الله يغفر لنا ولها كانت شوافة، كانت كتلعب الكارتة وكتضرب الخط، تاز الخط وضرب اللدون، وكان عندها واحد المجموعة ديال الطقوس كتقوم بها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هاد الأمر ديال أنها كتحترف تشوافيت عرافة، من أتى ساحر أو كاهن فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. المرأة تعذبت عذاب شديد، وحتى واحد مدعى لها دعوة الخير ولا شي واحد قال شي موعدة حسنة. عاد ننقل الصديق ديالي، لعل ربنا عز وجل أخطأنا الطريق مع صديقنا الأول ومكتنا هنا في المقبرة لنشهد هذه الجنازة. قلت لي هاد الولادها ما غيديروا والو، أجي احنا نتكلفوا بالأمور. عاد قدينا لها الكفن ودفنها، وقلنا لابد أن هاد المرأة أكيد ولدها ما مسوقش، وقف واحد الوقفة ما كاين لا خشوع ما كاين لا حنان. فقلت لصديقي هيا ندعو الله لها أو نقرأ شيء من القرآن، في خلاف هل نقرأ على الأموات أم لا، وما دعسنا أن نقول سوى تلاوة القرآن. تعالوا نقرأ سورة ياسين اللي هي يا قلب القرآن اقرأوها على موتاكم كما قال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم قرأنا سورة الفتح، إن فتحنا لك فتحا مبينا لعل الله تعالى يفتح لها أبواب الرحمة. ثم ذكرنا لها ما يسمى بالاستغفار، استغفر للميت 100 مرة، لأن الإنسان إما يستغفر لنفسه أو يستغفر له. اللهم اغفر لنا وللمؤمن أجمعين، نستغفر لأنفسنا وللمؤمنين. جلست أنا وصديقي كل واحد خرج 100 مرة الاستغفار، وبعد ذلك وكأننا نلقنها من جديد الشهادة، قولي أشهد أن لا إله إلا الله، قولي أشهد أن لا إله إلا الله. ثم دعونا الله تعالى، اللهم ارزقها القول الثابت في القبر، اللهم ارزقها القول الثابت في القبر. اللهم قلت يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وبعد ذلك قلنا لها اللهم يا رب إن جاءها لا تبعث لها نكير ولا منكر، وابعث لها بشير ومبشر. اللهم إن سألها من ربك فألهمها الصواب، قولي لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ربي وربكم الله. اللهم إن سألوها ما دينك، اللهم ألهم الصواب، قولي ديني الإسلام، ديني الإسلام. وإن سألها ما قولك في الذي بعث فيكم، قولي إنه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تبت عند السؤال. دعونا الله لها واحد اللحظة، ذاك الولد ديالها اللي بحال الفيديو صحيح بدا كيبكي واحد البكاء ويقول ومي ومي. وننقل صديق ديالي لعل رحمة الله وصلتها، ملي كان ولدها قبيلة ما عنده حنان ما عنده عاطفة، كانت هاد المرأة ربما معذبة والله أعلم وأحكم، ولكن ربما الآن ملي بكى رحمة الله وصلتها في القبر. ثم دفنت. الغريب في الأمر أنها دفنت بجانب ذلك الرجل الصالح اللي الله تبعوا جمع غفير من الناس يسموه الحاج عبد الله في درب عمر، رجل فاضل معروف بالصلاح صلاح صلاح والكرم والجود. دفن بجانبها، شوافة غادي تدفن بجانب رجل اللي هو يا من الصالحين ويشهد له بالخير. ثم انصرفنا كنسول داك الجار ديالهم هاد الشوافة واش كانت كدير شي عمل ديال الخير، قال لك احنا ملي حلينا عيننا وهي كدير تشوفت مع الناس، طلق هذا زوج هذا خوي هذا دير هذا، ولكن عمل صالح كتقوم به. شنو هو هاد العمل الصالح؟ قال لك كانت كل صباح كتمشي عند مالين الدجاج وكتجبد كتجمع هادوك المصارن ديال الدجاج كديرهم في واحد الإناء بلاستيكي وكتمشي توزعهم على القطط الضالة، القطط اللي هي مشردة أعزكم الله كتكون في المزابيل وفي الأماكن اللي بعيدة، كتمشي تلتما وتوكلهم من هذيك البقايا ديال الدجاج المصارن والكبدة وغير ذلك، كتوكل القطط ولا قد شقت ولا قطة فيه شي مرض أو في وسخ أو جربة أو ده، كتاخذو تلدار تغسل ليه بالماء والصابون وكتنظفو وكتداويه وكتعود تلقو، ما تشدهم عندها وإنما هي كتمشي لعندهم توكلهم وتشربهم. سبحانك يا جليل، ربما لهذا العمل الصالح ربي غادي يرحمها رحمة واسعة. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم بأن هناك بغي من بني إسرائيل، امرأة كتمارس البغاء من بني إسرائيل، وجدت كلبا يلهث من شدة العطش فسقته فشكر الله لها فغفر لها. هذه امرأة من بني إسرائيل
كانت مومس كتبيع الهوى، حياتها كلها حرام في حرام، وعمرها ما توضات ولا صلات. ولكن واحد النهار لقات واحد الكلب يلهت من شدة العطش، فلقات واحد ياكل ترى التراب مبلول بالماء حدا واحد البير، نرسلي رجيلاته. جات هاد المرأة حدة الصباط ديالها، هودت البير عمرته بالماء وعطت الكليب يشرب. ربنا سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات نظر إليها فشكر لها فغفر لها. هكذا في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: بغي من بني إسرائيل وجدت كلبا يلهت من شدة العطش فسقته فشكر الله لها فغفر لها. هذه غير سقته مرة واحدة، ولكن هذه المرأة الشوافة كانت كل صباح كدير واحد العمل ديال الخير، أنها كتعمل القطط المشردة. ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم يقول لك: لا يحقرن أحدكم شيئا من المعروف، شي عمل ديال الصالحات غير ديرو ما تحقروش، وهاكي بالك بسيط لعله ينفعك عند الله تعالى. فعلا رجعنا إلى بيوتنا وقد أدنا علينا المغرب، وأخذنا عبرة كبيرة من هذا العالم. بعد 3 أيام عدت إلى المقبرة لكي أطلع على ما يوجد من سر في هذا المكان، فوجدت بأن بجانب ديك الشوافة غيدفن رجل آخر، والرجل معروف سميتو السير معطي من الشياضمة، رجل من أهل القرآن، وكان عنده كتاب قرآني 50 عام حرفته كيحفظ القرآن العظيم وكيصلي بالناس في واحد المسجد عتيق 50 سنة. قلت: سبحانك يا الله، هاد الشوافة يسموها اللالة الهشمية، القبر ديالها عن يمينها مع الحاج عبد الله من تفراوت الرجل الكريم الجواد، وعن شمالها الفقيه الحاج المعطي من الشياضمة، فقيه الشيضمي اللي عمر كله قرآن. يا سبحان الله يا سبحان الله. هل تعلمون أيها الأحبة الكرام أن من علامات الشفاعة في الدنيا قبل الآخرة أن الميت يدفن عن يمينه وعن شماله أحد الصالحين؟ إذا دفن عن يمينك أو عن شمالك أحد الصالحين أدركتك الشفاعة، فلله المثل الأعلى في ذلك. وأسأل الله تعالى أن يرحم جميع أموات المسلمين ويرحمنا معهم ويسكننا وإياهم فسيح الجنات، اللهم آمين يا رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.